تدعم قطاع النقل البري بمحطة جديدة للنقل بدائرة سوغر بتيارت، حيث جاءت هذه الأخيرة لرفع الغبن وتنظيم أكثر لحركية النقل بذات الدائرة التي كانت تنعدم بها محطة تحمل كامل المواصفات. سوغر براتيكمون سي لو رولي اون ماتير دو ترانسبور اون ماتير دو سي لو رولي تقريبا كيما غليزان، سيتادير اللي فايت للشرق يباس با يترانزيت بار سوغر، يفوت على سوغر، اللي راح للسود مثله، واللي راح للسونتر كيف كيف. يعني غادي تقلع غبن كبير اون ماتير دو ترونسبور في مدينه سوغر، ولا بالاخص في ولايه تيارت. انجاز هذه المحطه وحسب ميدانيه تلفزيون النهار، كانت الردود بين مرحب ورافض للمشروع، بين سائق سيارات الاجره الجماعيه والفرديه. احنا هذاك اللي كنا مديروا لنا هذه محطه الاجره هي. هذا اللي يجي من سي عبد الغني ويروح عند سيد العابد ويعاود يولي شحال تسخامنا. لازم الناس هادو باش يشوفوا حل للمحطة. هذيك ماشي محطة، هذيك هذيك براكة، هذيك هذيك براكة، هذيك الحل في نظري يهداونا هنايا، ولا ما كاينش راه عندنا محطة عندنا عليها كواقد هنا في المارشي قاعدة غير باطل. هذيك يهداونا نقارو فيها كما كنا وحب بصلاة الناس. خويا المحطة الجديدة هذه مليحة، مليحة لينا ومليحة للشعب ومليحة للمواطن ومليحة هذه المحطة أصلا احنا اللي رانا فيها راه فيها فوضى فوضى، ما محطة لا والو، هذه طريق. حنا نحوسوا على حل يشمل جميع سيارات الأجرة، ما نقولوش لا سيارة فردية ولا سيارة الجماعية. يجمع الكثير من مواطني مدينة السوغر أن محطة النقل هي إضافة جديدة، فقط يبقى الإجماع من طرف الفاعلين لخدمة قطاع النقل بدائرة سوغر.